السلام عليكم اخوان، لاباس عليكم. نهار جديد وفيديو جديد كما عودناكم ديما. كما كتشوفوا اليوم غير بعجاله جانا. كنشوف انا كواحد السؤال كيتردد بزاف، وهو ديال شنو هما الوثائق اللي كتخص الشراء ديال ولا الامتلاك ديال البندقيه الهوائيه. ملي شفنا انه الضروره ملحه بغينا ندير لكم هذا الفيديو ان شاء الله باش نفهموا لكم كيفاش الامور ديال هذه القضيه ديال الشراء ديال البندقيه الهوائيه. الاخوان، باختصار البندقيه الهوائيه كتطلب حاجه واحده، وثيقه واحده، هي بطاقه التعريف، والحاجه الاخرى هي جيبك فلوس. وبالنسبه للشراء كتختلف الاثمنه من ماركه لماركه، وكل ماركه عندها ثمن ديالها. ما غاديش ندخلوا في التفاصيل ديال لي مارك، ولكن غادي نعطيكم من الى، يعني ارخص ثمن كيبدا من 2000 درهم، واغلى ثمن كتوصل حتى ل 7000 7500 درهم. وفي الوسط كنلقاو هادو الثمن ديال الكسر باش يكون في المعلوم ديال الاخوان كاملين. كتلقى في وسط منهم اللي الكانو فيكس، صحاب البنادق اللي عندهم العتاله اللي كتهرس كامله، الكانو كيتهرس كامل، يعني هاد الانواع كلهم كتتراوح الاثمنه ديالهم ما بين 2000 و 7500 درهم 7000 درهم. كما قلنا هادشي بالنسبه للكسر. اما البي سي بي ارخص ثمن كتبدا من 7000 درهم. الاغلى ثمن بالنسبه للناس اللي هما ميسورين كتوصل حتى ل 30000 درهم. كل وحده كما بحال الشكل ديال الكسر، حتى هما كل وحده والثمن ديالها كما كنقولوا لي مارك اللي هما معروفين عندنا في المغرب، هنا الكوميطا، الكامو، الدايستات، بروكوك. هنا هاد لي مارك هادو كتلقى الاثمنه ديالهم كتفاوت شويه كل ماركه وكيفاش. كنظن وقيلا هذا هو المغزى من هذا الفيديو ديال اليوم، وهو هاد الاثمنه ديال لي كارابين، الفرق ما بين البي سي بي والكسر والوثائق. وكنعاودو ناكدو على ان هاد البنادق هادو ممكن انك تقتنيهم غير ببطاقه التعريف، وتكون لحقاش ملي كتدخل عند لارموري كيدير لك واحد كيما نقولوا هو كخبير كيشوفك واش مؤهل انك تكون تقدر تمتلك هذا. الا كانت بانت فيك شي ملاحظه ما هيش، راه يقدر ما يبيعلكش، وهذه الحاله عاديه. الا كان الانسان ما كيشوفش مزيان او لا عنده شعاعه ولا عنده شي حاجه، راه ما يمكنش غادي يبيع له، واخا يكون بفلوسه واخا يكون بالتعريف ديالو. وهذا الشيء كنشكروا كاع الناس اللي زارموري انهم كيحرصوا على هذه المساله هذه. هذه من جهه. شنو هو الحاجه اللي ما وصلناش ليها اللي مازال ما طرقناش ليها؟ كنظن وقيلا قلنا كل شيء. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للشراء ديال الكاتسانك. وكنقولوا دائما هي علاش كتشرى غير بلاكارت؟ راه ما جيناش وقلنا لها كتشرى بلاكارت غير هكاك يعني، وبنادم يمشي يشريها ويتحسبت له راه يقدر يدير بها اي حاجه. هي مديوره للرمايه الرياضه فقط، ماشي غنديروها للرمايه باش شي حاجه اخرى غير قانونيه، باش نكونوا واقعيين ونعرفوا شنو كاين. وختاما لهذا الفيديو هذا، شكرا. نتمنى انكم فهمتوا هذه القضيه ديال الشراء وديال القانون ديال البنادق. واللي عنده شي تساؤل يخلي لنا في الكومنتير. ونهاركم بروك، السلام عليكم.